أم سوف نتعرف على طريقة وكيفية إلغاء التطبيقات الأخيرة. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، وبعدها سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط هنا على إمكانيات الوصول، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تفاعل ومهارات، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مفتاح العام، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الضبط، ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على إدارة الخيارات القائمة، ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات الأخيرة. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء التطبيقات الأخيرة، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة.